شماسي نازلة من السما، يمكن دي كانت أبرز الكلمة اللي تقدر تقولها على شارع في مدينة قوم حمادة. هنا متواجدين معاكم وبنرصد ليكم تقريبا أجمل شارع في مصر. يمكن صور ملت مواقع التواصل الاجتماعي والناس بدأت تتساءل فين الشارع وإيه جمال الشارع اللي احنا شايفينه وإزاي قدروا أهل المنطقة ينفذوه. يمكن أطفال كتير وناس كتير بتيجي تاخد سيلفي مع الشارع هنا، بتصوروا معاه أجواء طبعا أكتر من رائعة بنشوفها مع بعض. يمكن ده اللي حضراتكم بيقولوا عليه، واهل قوم حماده هنا بيقولوا عليه اجمل شارع في مصر. اجواء اوروبيه، يمكن ناس كتير لما نزلوا الصور بتاعته على الفيس بداوا يتكلموا ويسالوا فين الشارع وايه تفاصيل الموضوع. ناس كتير بدات تقول لا ده مش في مصر. لا الحمد لله، يعني قوم حماده في محافظه البحير قدرت تنفذ الفكره الرائعه اللي احنا شايفينها معاكم. شماسي زي ما بنقول حضراتكم نازله من السما، والوضع مبهج بصراحه في الشارع جدا. انزلنا انا حضراتكم هنعرف دلوقتي تفاصيل الموضوع وازاي جت الفكره وازاي ان الاطفال والناس الكبيره والاسر كلها بتيجي تاخد سيشن في الشارع هنا تتصور فيه. لسه الوان مبهجه في شارع في قوم حماده بمحافظه البحيره. زي انا لحضراتكم كان عبد الحليم كان بيقول ضوء الشماسي، ولكن هنا في محافظه البحيره الشماسي زي الاهل ما بيقولوا نزلت من السماء. يمكن ده الحال والوضع هنا في اجمل شارع في مصر زي اهل المنطقه ما بيقولوا عليه. بنتابع وبنرصد معاكم هنعرف طبعا فكرة الموضوع جت ازاي، وان صور الشارع لقت طبعا رواج كبير الفترة اللي فاتت على موقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الناس كلها تتكلم عنه، بيسألوا الشارع ده فين وايه تفاصيل الموضوع. احنا دلوقتي بننقل ليكم وطلع الشارع طبعا عندنا هنا في محافظة البحيرة في مركز قوم حمادة. كان تكلفته برضو كلفت الناس كتير اكتر من 10,000 جنيه. يمكن دي تكلفة الشارع ان هم قدروا ينفذوا. يمكن النهارده علشان خاطر الجمعه فالاجواء هاديه جدا، ولكن في الايام العاديه بيكون الشارع مليان بالناس والطلبه اللي تيجي تتصور فيه. يمكن لحضراتكم الوضع، حتى تناسق الالوان مبهج جدا وشماسي، يعني طريقه مبتكره جدا نفذوا بيها ان هم يعملوا الشماسي تبقى نازله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يمكن الناس كلها كانت بتسال على الشارع ده فين لما صور نزلت على الفيس. بنقول لحضراتكم ان الشارع ده في محافظه البحيره في مركز قوم حماده، والوضع المبهج اللي احنا شايفينه ده اجواء يعني رمضانيه جميله. يمكن فكره هم فكروا فيها واخدوا الفكره من شوارع اوروبيه وقالوا ان هم ينفذوها عندهم هنا، وبالفعل نفذوها. تكلفه الشارع كلفه زي ما حضراتكم اكتر من 10,000 جنيه. كمان مش بس الشماسي، الشارع بينور. يمكن الشارع بينور بالليل، ولكن علشان احنا بالنهار فمش هنقدر نجيب الاضاءه كامله معانا. دي الناس هنا بيقولوا الشارع ده أجمل شارع في مصر. بيبقى فيه زحمة ورواق كبير عليه، ولكن مش بالنهار، يمكن بالليل، يمكن كمان النهاردة عشان الجمعة فالأوضاع هادية إلى حد ما في الشارع. هنشوف ونعرف مع بعض تفاصيل الموضوع أكتر. هنا الناس يعني على سبيل الدعابة بيقولوا إن عبد الحليم حافظ دق الشماسي، ولكن احنا نزلناها من السما زي ما هو واضح قدام حضراتكم الوضع والشكل المبهج بتاع الشارع. في انوار حتى، يمكن هنحاول نقرب مع بعض نشوف اللمض اللي باينه في الكادر ده بينور بالليل. يعني الشارع ده كله بيبقى منور بالليل. الشارع الناس بتسال الشارع ده في محافظه البحيره، هنعرف طبعا تفاصيله دلوقتي من اصحاب الفكره. في البدايه يعني برحب بحضرتك واقول لك كل سنه وحضرتك طيب. عايز اتعرف بس عليك الاول. رمضان كريم عليكم جميعا. كلمني بقى فكره الشارع جت معاكم ازاي وبداتوها ازاي؟ والله يعني الفكره دي جت عن طريق واحد صاحبي ليه محل هنا في الشارع برضو، احمد طلعت ومعتز، وقالوا عرضوا علينا الفكره وقالوا لنا احنا ممكن نلم من بعض ونعمل فكره جديده نعمل بهجه بقى عشان شهر رمضان الكريم. فطبعا في الحاجات دي احنا ما متاخرش فيها على طول، يعني ساعدنا بعض وقدرنا نجمع مبلغ من المال وعملنا الفكره دي جديده. عايز اعرف تكلفه الموضوع كلفتكم قد ايه يعني؟ والله يعني تقريبا يعني التكلفه يعني كان كل واحد فينا مثلا يعني ايه
على قد ما يقدر. انتوا اصحاب المحلات اللي يعني عملتوها مع بعض حاجه يعني. معينه مش كل واحد مربوط برقم معين يعني اللي يقدر يساعد بحاجه بيقدر يساعد بيها. انتوا الفكره من اصحاب المحلات يعني. احمد طلعت هو كان المصمم بقى الحاجه دي كلها كده هو متزع حاجه. ليه شماسي بالذات؟ ليه الفكره بتاعت شماسي يعني بالذات؟ حاجه مختلفه بقى، حاجه بتعمل بها حاجه كده رمضان، وحاجه بقى مميزه شويه يعني غير كل سنه بقى يعني الشراشيب والحاجات دي يعني ايه متعود الناس متعوده عليها. حبينا بقى نعمل حاجه مميزه كده تلفت برضو وتعمل بهجه برضو روح رمضان. الناس كلها يعني كانت بتسال عن الشارع لما صور نزلت على الفيس، فكلمني عن الموضوع لما شفت صور الشارع نزلت على الفيس كان الوضع بالنسبه لكم ايه؟ ضجه جامده جدا يعني ما شاء الله، لقينا الناس كلها بتيجي الشارع بتصور فيه جدا لدرجه يعني عائلات واطفال وشباب كتيره ومن البلاد حوالينا بييجوا يتصوروا سيلفي عندكم. طبعا. يمكن النهارده الوضع هادي عشان الجمعه. عشان النهارده الجمعه فاصلا المحلات ما بتفتحش فيها اصلا كمان يعني هو بيبقى يوم يعني طول اجازه، فحبينا بس نفتح النهارده كده عشان برضه رمضان وشغلنا يعني. ما قلتليش التكلفه بتاعت الشارع قد ايه؟ يعني ممكن في رينج ال 10,000 مثلا او اقل. ما قلتش لا يعني ال 10,000 كتير علينا مش لازم لا انا وفرنا حاجه ثانيه. مش مساله كتير، احنا حبينا بس نعمل حاجه مختلفه بس وحاجه مميزه والناس كلها قدرت تساعد فيها وكله شارك يعني بسماحه كمان مش، وكان فرحان جدا باجواء رمضان كمان دي ولما شافوها على الحقيقه فرحوا جدا يعني. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه طيبه ربنا يخليك. لسه برضه بنتابع معاكم اجواء اجمل شارع في مصر اللي الشماسي بتاعته نازله من السماء وطبعا بينور بالليل انوار مبهجه، ولكن عشان احنا في النهار فالوضع مختلف شويه، يمكن كمان النهارده الجمعه فالطلبه كلها بتيجي تتصور هنا والاهالي بياخدوا سيشن مع اولادهم هنا في الايام العاديه. الوضع زي ما حضراتكم البهجه في الشارع ان هو متزين بالشماسي كلها زي ما حضراتكم التكلفه بتاعته قد ايه وازاي الفكره جت، هنشوف برضه كمان المواطنين ورايهم اكتر. هنكمل لقاءنا طبعا مع المواطنين هنا ليكوا اجواء يعني اجمل شارع في مصر طلع عندنا في محافظه البحيره وتحديدا من كوم حماده. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه بخير يا رب دايما. عايز اتعرف عليك بقى في البدايه. استاذ احمد طلعت سمير. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. كلمني بقى، يمكن قالوا لي انك صاحب الفكره، فكلمني الفكره جت معاك ازاي وخطرت في بالك ازاي؟ والله هي الفكره دي كنت شايفها من سنه صوره على النت كده، بس كانت ايام الكريسماس وكانت في دوله اوروبيه وكده، فقررت من ساعتها ان انا اعملها يعني. فكلمت الاستاذ معتز حزين طبعا في المحل ده جنبي. تمام. فطبعا وافق وشاركنا بعض كلنا. تمام. و بدات تنفيذ كان بقالكم قد ايه نفذتوا الفكره؟ ما جبناش يا دوبك، بس احنا كنا عاملين حسابها من فتره من قبل رمضان بكتير يعني. هي بدايتها كانت في رمضان. هي بدايتها كانت في رمضان والحمد لله طلعت حاجه جديده، وبالذات برضو لان احنا كنا بقالنا فتره كتير يعني كانت كورونا كانت مبهدلانا. السنه اللي فاتت رمضان ما كانش نفس البهجه بتاعت السنه دي. حبينا نعمل حاجه جديده للناس تفرحها. عايز اعرف بقى رد فعل الناس على الموضوع ايه لما شافوه يعني؟ لا فرحانين جدا، والاطفال والتصوير دايما في سيشن في الشارع، بس ده طبعا النهارده عشان النهارده الجمعه. فالدنيا فاضيه شويه. الناس ما بتنزلش دلوقتي بالظبط. بالليل كلمني برضه عن بهجه بالليل، يمكن الحاجات دي بتنور كمان. الاجواء رمضانيه. في نور بالليل طبعا، في اضاءه كبيره فيها طبعا. والاغاني بتاعت رمضان بتبقى شغاله. بتبقى حاجه جميله جدا يعني تحفه خالص. الشارع بيبقى ليه هله ثانيه وبتحس بتاع رمضان بتاع زمان طبعا. التكلفه هتكلفكم قد ايه؟ والله تقريبا يعني الحساب بالظبط، بس احنا الناس كلها شاركت طبعا، اصحاب المحلات كلها اللي في الشارع. ايوه طبعا. فكله شارك، محدش رفض طبعا، كل الناس يعني رحبت بالفكره جدا، وكل اللي قدر حاجه يدفعها، ما كانش مبلغ معين يعني على حسب امكانيات كل واحد. قول لي بقى انطباع الناس هنا عن المكان بعد ما شافوا الجمال والبهجه دي، قالوا ايه؟ الناس كلها بتسال طبعا، جات لكم الفكره منين؟ عملتوها ازاي؟ طب هتشيل الشماسي دي ولا هتسيبوها تاني؟ كنت عايز اسال برضه، هل هتشيل الشماسي دي بعد رمضان ولا هتخلوها؟ ان شاء الله، بس الفكره بقى تفضل السنه الجايه نعملها بشكل تاني جديد بقى. يعني ان شاء الله يعني في رمضان هتتشال وتتعمل حاجه جديده. أيوة. انا سمعت انكم كمان عاملين كهرباء يعني واخدين ممارسه و ايوه معانا الوصف. الموضوع الحاجات دي بتنور بالليل. أيوة. بشكل رسمي. بشكل رسمي ومعايا الوصف اللي هو بتاع الممارسه ده. ما بصيتش قلت الموضوع مكلف علينا؟ لا مش هنعمله يعني، ولا ما لا ما وصلناش لكده. احنا كنا عايزين الفرحه عشان احنا ما حسيناش بيها بقالنا فتره. يعني كنا عايزين فرحه وهله رمضان دي عشان ما حسيناش بيها بقالنا فتره. ف
وانطباع الناس. في حد تاني عامل نفس الموضوع ده ولا انتوا بس الشارع الوحيد اللي فيه حماده؟ بالنسبه للشماس الشارع الوحيد تقريبا في البحيره كلها عموما ما عندناش. بالنسبه للبحيره كلها ما حصلتش دي اول مره عندنا احنا. عندنا في البحيرة اول مره يبقى في مركز محمد اول مره. يمكن بيقولوا عليه اجمل شارع في مصر. رد فعلك بقى لما سمعت الكلام ده. هو بالنسبه لي هو اجمل شارع في مصر الحمد لله. دي حقيقه لانه كمان مختلف وفي حاجات مختلفه وكمان يعني الزينه بتاعته مكلفه مبلغ بقدره يعني. بس هي في الاخر الحمد لله طلعت بمنظر كويس جدا وفرحت ناس كتير. ولو رد فعل طبعا الاطفال اللي هم دلوقتي كانوا فرحه ما بعدها فرحه ناس كبيره وانا واقفه. ايوه فرحه ما بعدها فرحه. في سيشنات بتيجي بالليل بيعملوا سيشن بكاميرات وكده بيجوا يتصوروا عندكم هنا في الشارع. كتير كمان بالاضافه ان هو بينور كمان بالليل. احنا عاملين اضاءه تمام الشمسيه نفسها في اضاءه. في الشمسيات فيها اضاءه بالليل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا فندم. شرفتي وشكرا لحضرتك. شكرا حضرتك. كان لسه برضه بنتابع معاكم هنا في محافظه البحيره وتحديدا في مركز كوم حماده اجمل شارع في مصر اللي هو مزين طبعا بالشماسي. ضمن حضراتكم الفكره مختلفه يمكن ما شفناهاش قبل كده. صوره نزلت كتير على الفيس والناس اتكلموا عنها وما كانش حد يعرف الشارع ده فين، ولكن طلع عندنا الشارع ده في كوم حماده في محافظه البحيره البهجه والسرور. يمكن الناس في اللايف قالوا ان هم كانوا حابوا يعملوا حاجه مختلفه عن رمضان اللي فات لان ما كانش فيه مظاهر الاحتفال عشان طبعا كورونا والاوضاع اللي كانت فيها كان فيها العالم كله مش بس مصر. النهارده حسنا دي حبوا يدخلوا السرور بطريقه مختلفه على الناس فقرروا ان هم يعملوا نظام الشماس اللي مغطيه الشارع كله. كان ده الوضع والمنظر الجميل في شارع في كوم حماده محافظه البحيره. وطبعا اتعرفنا قد ايه هو مبلغ كلف ولكن الناس ما بصتش للتكلفه قد ما بصت لان يكون الاجواء مبهجه ورمضانيه. وقالوا لنا كمان يبقى في سيشنات يمكن الشارع كله متجمد مش بس فوق يمكن حتى يمكن في مظاهر زرع وحاجات في الشارع وكمان مكان مخصص لقعده الناس الشارع ده كل الوضع. وطبعا في تناسق وتكلفه كبيره ولكنهم زي ما حضرتك ما بصوش على التكلفه قد ما بصوا على الجمال والبهجه في الشارع. دي كانت حكايه اجمل شارع في مصر واللي شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام اللي فاتت والناس كلها بدات تتساءل عنه. جينا ومعاكم وحبينا نصور الشارع ونشوف التفاصيل اللي فيه. يمكن النهارده علشان خاطر زي ما حضراتكم النهارده رمضان يوم الجمعه فمعظم الناس في بيوتها والمحلات قافله. اتمنى ان الفكره تكون نالت اعجاب الناس كلها وليه لا لو الناس تقدر تعملها في شوارعها كنوع من انواع البهجه والزينه للاطفال وللناس الكبيره خصوصا في شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا. لسه بنتابع معاكم طبعا ورصدنا معاكم اجواء الفرح في والبهجه في شارع كوم حماده بمحافظه البحيره واللي بيقولوا عليه اجمل شارع في مصر. كان ده الوضع. بهجه وفرحه في شارع كوم حماده اللي الاهالي فكروا ودبروا ان هم يعني زينوه بطريقه مختلفه وكانت الشماس هي الحل بتاعهم لان شافوها على شوارع احدى الدول الاوروبيه فقالوا ليه ما نقررهاش تكون عندنا في مصر. دي تفاصيل الموضوع واللي شافت واللي صوره يعني لقت رواج على مواقع التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت. كانت ناس كتير زي ما حضرتك بتسال على تفاصيل الشارع وفين وجينا النهارده معاكم نصور الشارع ونوريكم جمال وبهجه المكان. شكرا لكم متابعي الوطن.